عارفها الجمهور وهي بطلة وقالوا لازم ما هي بنت ملكة ترسو، لكن بسرعة الصاروخ قدرت تثبت نفسها بموهبتها وفنها. حكايتنا النهاردة عن الفنانة رانيا فريد شوقي. أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتولدت رانيا فريد شوقي يوم 9 أكتوبر سنة 1974 وعمرها حالياً 50 سنة، وهي بنت وحش الشاشة فريد شوقي من زوجته الأخيرة سهير الترك، وعندها أخت من والدها ووالدتها اسمها عبير، وعندها كمان أخوات من والدها وهم منى ومها والمنتجة ناهد فريد شوقي. كان حلم رانيا من الطفولة إنها تكون ممثلة، لكن والدها طلب منها في البداية إنها تنجح في الثانوية العامة علشان يوافق. وقتها رانيا طلبت منه يوافق تدخل عالم الفن ووعدته إنها هتطلع من الأوائل، لكنه رفض، فقررت تلعب على قلب الأب لأنها عارفة إنه روحه فيها ومش هيوافق تبعد عنه. قالت له خلاص هسافر أكمل تعليمي في أمريكا، وهنا خطتها نجحت ووافق فريد شوقي إن بنته تدخل الفن ولأنها تبعد يوم واحد عنه، وأنتج لها كمان أول أفلامها آه وآه من شربات وشارك معاها في البطولة. ووقتها لقت هجوم كبير عليها إنها دخلت عالم الفن بالواسطة، لكن رانيا كان عندها إصرار إنها تثبت للكل إنها فنانة شاطرة، وشاركت في أفلام كتير منهم طعمية بالشطة ووداعا للعزوبية، وقدمت كمان عدد من المسلسلات منهم الضوء الشارد، جحا المصري، يتربى في عزه، أبو العروسة وغيرهم. أما حياتها الخاصة عاشت قصص حب وزواج، منهم اللي انتهت بوجع ومنهم اللي اعتبرته عوض من ربنا. كانت أول قصة حب ليها وهي في بداية حياتها من وليد السعيد وهو ابن المذيعة أحلام شلبي، وكان عندها وقتها 16 سنة، وحضر الخطوبة عدد كبير من النجوم وكان الكل فرحان بيهم لدرجة إن فريد شوقي رقص بالعصاية، لكن بعد فترة قصيرة حوالي 3 شهور انفصلوا. واتجوزت رانيا في حياتها 3 مرات، المرة الأولى من مصمم الرقصات والاستعراض عاطف عوض وهو ابن الفنان محمد عوض، اتعرفوا على بعض في مسرحية قصة الحي الغربي وعاشوا قصة حب كبيرة لحد لما اتجوزوا وأنجبت منه بناتها الاتنين فريدة وملك، واستمر زواجهم لمدة 8 سنين وانفصلوا بعد خلافات كتير بينهم. وبعدها اتجوزت تاني أزواجها وهو الفنان مصطفى فهمي، ورغم إن فرق السن بينهم كبير لكن علاقتهم في البداية كانت محور حديث الصحافة وطلعت عليهم إشاعات كتير، لكن هما الاتنين كانوا بينفوا الخبر وأكدوا إن اللي بينهم صداقة قوية فقط. لحد سنة 2007 تفاجئ كل جمهورهم ومحبيهم بإعلان زواجهم في مطعم على النيل وهو المطعم الخاص بحسين فهمي، وحضر الحفلة الأصدقاء المقربين للطرفين، واستمر زواجهم 5 سنين، وفي الفترة دي انفصلوا 3 مرات، آخر مرة كانت 2012 لحد لما جالها تالت أزواجها تامر الصراف، وده العوض بالنسبة لها زي ما بتقول عليه في كل لقاءاتها، وهو بيشتغل مدير تجاري لواحدة من شركات الدعاية والإعلان. اتعرفوا على بعض عن طريق صديقة مشتركة بينهم واتجوزوا بعد قصة حب كبيرة في بيت أختها عبير وحضر الحفلة عائلتهم فقط. وأكدت رانيا أن العلاقة بينها وبينه مثالية لأنه متفهم طبيعة شغلها وبيحب بناتها وهم كمان بيحبوه، لدرجة أن واحدة من بناتها قالت لها هو تامر كان فين من زمان. وظهرت رانيا مع بناتها في صورة جديدة ولاحظ جمهورها الشبه الكبير اللي بينها وبينهم، ونشرت صورة ليها مع بنتها فريدة في حفل تخرجها من الجامعة، لكنها تعرضت لهجوم كبير بسبب صورة بنتها ملك اللي اشتغلت لفترة في مجال عروض الأزياء وظهرت بملابس جريئة، وده عرض رانيا لهجوم كبير. نروح لعائلة رانيا الكبيرة. بعد وفاة فريد شوقي حصل خلاف بين رانيا ووالدتها وأختها عبير من طرف، وبين أختهم من والدهم ناهد فريد شوقي من طرف تاني، ووصل الموضوع بينهم للمحاكم، وده كان بسبب إن ناهد باعت أفلام من إنتاج والدهم اللي هي بتتولى إدارتها من سنين طويلة من أيام ما كان والدهم عايش، ورفعوا عليها قضية وطلبوا عزلها من إدارة الشركة بعد لما باعت 9 أفلام للمنتج محمد العدل بمقابل مادي 90,000 جنيه من غير ما ترجع للورثة، وده مبلغ بسيط جدا بالنسبة لسعر بيع الأفلام. والخلاف بين الأسرة ما كانش على سعر البيع، لكن كان بسبب فكرة بيع الأفلام نفسها اللي هي بترفضها عائلة وحش الشاشة، وبالنسبة لهم الأفلام دي من تراث فريد شوقي ولازم يحافظوا عليها، وأصروا أن يكون البيع للعرض فقط لسنوات محددة وبعدها ترجع للورثة. فاضطرت ناهد تلغي العقد مع محمد العدل، لحد لما توفى فريد ابن ناهد فريد شوقي في حادث سير، فرجعت الأسرة مع بعض مرة تانية. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شاركونا برأيكم في التعليقات واستنونا في حلقة تانية مع مجلة الحياة. إلى اللقاء.